أنا ملاحظة إنك متنوعة في مؤلفاتك النفسية، وده كمان عاجبني، لأنه يعني في ناس تتخصص في الأسرة، تتخصص في العلاقة ما بين الست والراجل، تتخصص في الأطفال مثلا. أنا شايفاكي اتكلمتي عن كذا حاجة، يعني اتكلمتي عن الست والراجل في 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 كتاب من كتبك، اتكلمتي عن الأسرة، اتكلمتي عن تفاصيل كتير. كلميني شوية عن مؤلفاتك النفسية دكتور أسماء. أنا كل ما بلاقي مشاكل بتجيلي كتير من نفس النوع بقول لا احنا محتاجين نعمل كتاب في الحاجة دي. الفترة اللي كتبت فيها لا تخبر الرجل بكل شيء، ده كتاب عن العلاقات، كانت كل الستات جايالي بتشتكي من حاجات شبه بعض، يعني حتى القصص بتبقى مختلفة ولكن في حاجات كده هي شبه بعض. أيوة. احنا كلنا رغايين، كلنا بنقول تفاصيل ملهاش أي داعي. أيوة. حاجات احنا شبه بعض فيها، كلنا كستات عاطفيين، لما بنسيب علاقه بنزعل وبنتاثر قوي، بالعكس من الراجل بيروح يقعد على القهوه شويه خلاص الدنيا فكت، يعني يبقى مفركش النهارده وقاعد على القهوه مع اصحابه مبسوط والدنيا تمام. ففي حاجات احنا شبه بعض فيها. ده كان لا تخبر الرجل. الكتاب الثاني بتاع كيف نرى ابنائنا من واقع عياده نفسيه، كنت حاسه طول الوقت ان الناس عندها قصور في التربيه. خلي بالك انا كتابي الاخير ده هو رد على كل الكتب اللي أنا كتبتها قبل كده، كلنا أسرى طفولة ظالمة. فأنا كنت حاسة أن الأطفال بيطلقوا التربية بشكل غلط، زي إحنا زمان وإحنا صغيرين الأهالي ما كانش عندهم وعي نفسي كبير زي دلوقتي. أيوه. دلوقتي كل الأمهات بتسعى أربي ابني إزاي، إيه الغلط اللي معملوش، كله بيحاول يثقف نفسه بالزبط. كله بيحاول يتعلم من أخطائه، كله بيحاول يقرأ، كله بيحاول يجدد حقيقي، كله بيحاول يجدد من نفسه على كل المستويات حقيقي. دلوقتي ده حصل، لكن زمان كانت الام والاب الدنيا كانت بسيطه اكتر، ما كانش فيه الصراعات الكتيره دي، فهم كانت التربيه عندهم بسهوله وببساطه طبعا. وكان مفهوم التربيه هو ان احنا نكبر. أيوه. مش ان احنا نتربى. أيوه. على حاجات احنا نكون كويسين قدامهم، ودي كانت اهم حاجه بالظبط. الاهتمام بالنفسيه كان قليل شويه، كان الاهتمام بالحاجات الفسيولوجيه اهم طبعا. دلوقتي العصور اتطورت، الدنيا تقدمت وبقينا بنهتم بالنفسيه. فالكتاب بتاع كيف نرى ابنائنا ده حسيت ان لا احنا محتاجين نتكلم عن تربيه الاطفال. هقول لكم بقى، انا ساعتها الفكره جت في دماغي كده، كل الناس بتقدم كتب ازاي تربي ابنك، طب ما تيجي اقول لك ازاي ابنك انا بشوف العياده النفسيه لو انت ما ربيتهوش. يعني الكتاب كان لافف شويه، لو انت هقول لك بقى انا بشوف الطفل ازاي في العياده النفسيه لو انت ما عملتلوش 1 2 3. طب قولي لنا بقى، ما احنا برضو مش هنعدي المعلومه. اكيد المشاهدين دلوقتي عندهم برضو قدر من الفضول يعرفوا شكل ابنهم ايه لو ما ترباش كويس، ممكن يكون عامل ازاي لو ما ترباش كويس. احنا عندنا دايما مقوله بنقولها في المجال النفسي، انه افضل حاجه تقدمها لاطفالك انك ما تخليهمش او تضغطهم ان هم يروحوا لطبيب نفسي بسببك وبسبب الحاجات اللي انت بتعمل. ايوه. ايه الحاجات اللي احنا بنعملها؟ الضرب ده ممنوع تماما. أكيد. خلاص العقاب الجسدي ده اتمنع تماما. أكيد. العقاب النفسي اللي احنا ما بنبقاش واخدين بالنا منه زي المقارنات. انت دلوقتي طبعًا. شفت ابن خالتك عمل ايه، شفت بنت خالتك عملت ايه، مش عارف طبعًا. المقارنات دي حاجه مشكله كبيره جدا جدا. الحاجه اللي اهم من ده بقى كله ان احنا بنلومهم على حاجات هم بيكونوا مش فاهمينها. يعني او بنقارنهم بحاجات هم مش فاهمينها. صلي عشان خاطر ربنا يحبك، هو مش فاهم دي، هو اصلا ربنا بيحبك. بالظبط، هو اصلا ربنا بيحبك. برافو عليكي. طبعا. فاحنا طول الوقت نقدم. أيوة. لهم المعلومه السلسه اللي تدخل في دماغ الطفل. أيوة. مش الحاجات المحفوظه. ايوه. ابعد عن صاحب السوق، هو مش ايه ده، مين صاحب السوق؟ لا، ابعد عن صاحبك فلان عشان بيعمل حاجه غلط 1 و2 و3. أيوة. وانت بتعمل الصح 1 و2 و3. أيوة. ما نقارنهوش خالص باخواته. صحيح. ده اخوك لما كان في مكانك كان بيعمل كذا. لا، ممنوع. انت اقارنه بنفسه طول الوقت. انت قبل كده كنت بتعمل كذا وبعدين هتعمل الافضل كذا. اساليب التحفيز بقى، بما اننا دخلنا في حته الطفل لحد ما ننقل على الكتاب اللي بعده او المواضيع اللي بعدها، اساليب التحفيز السليمه من وجهه نظر حضرتك ك يعني متمرسه في العلاج الاسري وفي المجال ده تحديدا. التعزيز مهم جدا. التعزيز طول الوقت. اديني اكزامبلز، اديني امثله. ما اقولهوش مثلا هو لو طفل صغير عنده 3 سنين. عندنا الام لو جاي يشكو بقى، لا خلي بالك هتقع، مش هتعرف تشيلها، فانا بقلل من قدراته حتى لو هو بيعرف. لا، شاطر، برافو عليك، ناخد بالنا، هتعرف تشيلها. شوف الكلام ده له اثر على الطفل وواقع نفسي كبير جدا. اطلعي عن ال3 سنين شويه، طلعنا شويه اللي بعد، ما بيعملش الواجبات دي. 7 في ال8 وتقولي لي في المراهقين أكتر كمان. اكتر الحاجات اللي انا بسمعها ما بيعملش الواجبات بتاعته، مش في دماغه الواجبات بتاعته، كلام من ده. احنا لما نلاقي الطفل كده اول حاجه بننبهه ليها ان هو احنا هنجيب لك كذا لو انت نجحت. مش هقول له ذاكر عشان تبقى دكتور، هو اصلا مش فاهم. يعني انا هقعد اذاكر 12 15 سنه عشان ابقى دكتور؟
ايه الوجع القلب ده. أيوة. لكن في اخر السنه انا هجيب لك المكافاه دي او الهديه دي. يبقى فهو فاهم الحاجات البسيطه من اساليب التحفيز كمان المكافئات اني اكافئ والبسيطه اللي هو يشوفها اخر السنه ما يشوفهاش بعد 15 سنه عشان هو مش فاهم احنا لما نكبر. طيب تعالي ندخل كده على المراهقين بسرعه. المراهق ده انا بشوف ان هو عايزه احفزه، عايزاه يركز، عايزاه النهارده. عايز اقول لك على حاجه كمان يمكن احنا بنواجهها احنا ككبار، تركيزنا مشتت حقيقي بسبب السوشيال ميديا، بسبب الالكترونكس، بسبب احنا ككبار يعني. ما بالك الاطفال بقى حقيقي. ما بالك الولاد الصغيرين دول اللي مبهورين بعالم الالكترونكس وعالم التكنولوجيا المبهر اللي احنا ككبار منبهرين بيه اصلا حقيقي. ازاي اخليه يركز؟ عشان ازاي احفزه؟ عشان اعرف اتعامل مع المراهق لازم اوصف لك نفسيته الاول. المراهق ده طفل صغير، طفل صغير واقف على حافة البلكونة بتاعتي وعايز ينط. فانا لو صرخت فيه وانت ما بتعرفش وانت ما بتعملش ومش عارف ايه ده هينط خلاص، ده وقع في كل الحاجات اللي احنا بنخاف ان المراهقين يقعوا فيها. وانا لو شديته حبسته وقفلت عليه وقلت له لا ما فيش بلكونه اصلا برضو ده لسه طفل صغير زي ما هو. ايه الصح؟ ان انا اكون مراقب ليه ومشجع وداعم، انا شايفك وباصص عليك وواقف جنبك، انا اللي ماسكك واحنا بنتفرج من البلكونه. أيوة. فانا طول الوقت ببقى اتمنى ان الاهالي يكونوا هم السند والدعم، مش امنعه من كل حاجه، لا اكتشف الحياه. المراهق ده انا عايز اكبر بقى، انا عايز احس ان انا بقيت راجل او عايز احس ان انا بقيت بنت او امراه. طيب اكتشف الحياه وانا جنبك ومعاك، مش اقفل عليها واقفل عليه او اسيبه بقى يعمل اللي هو عايزه عشان انا اب من النوع اللي بيغضب وبيزعق وسلطوي وطول الوقت عايز اتحكم فيه والكلام ده. ابقى جنبه وسنده والدعم بتاعه. ايه المحفزات بتاع المراهقه؟ انا لو طفل وعايز الناس تشوفني طول الوقت وعايز ابقى محط انظار الناس، ايه اللي ممكن اعمله؟ اقعد وعايزه اصاحبه برضو في نفس الوقت عشان ما يبعدش طبعا عني. طبعا المصاحبه دي مهمه، بس ايه الطفل اللي بيلجا ليه عشان خاطر مامي تشوفه والناس يشوفوه؟ ان هو يصرخ، يعمل حاجه غلط، لفت الانتباه. لفت الانتباه. المراهق نفس الكلام بالظبط. انا لو مامي وبابي مش بنقول لبنتنا اللي عندها 15 16 سنه طول الوقت يا جميله يا حلوه شكلك قمر النهارده لبسك جميل، بقعد اعزز ثقتها في نفسها، هتختار ان هي تاخد ده من بره. ايوه ده أيوة. ده 100%. أيوة. وطبعا اللي هيدي ده من بره انا ما اعرفش، انا مش ضامن العواقب. صحيح صحيح. لو ما تعرفيش هيدي ليه كمان. بالظبط صح بالظبط صح. لو ولد وانا مش بقول له انت الراجل، طب قول لنا انت رايك، وباخد رايه وبحسسه برجولته، هيضطر برضه ياخد ده من صحابه والشله اللي حواليه يقول له برافو عليك انت بتعرف تشرب سجاير، تبقى انت راجل، طب انت مش عارف ايه، فبرضه هياخده غلط. انا لو مش بشبع الاحتياجات النفسيه لكل مرحله في البيت هيتم إشباعها من بره، وهيشبعها من بره بطريقة خاطئة. صحيح.